السلام عليكم. الاسم ديالي عبد العزيز المسعودي، كنسكن في حي النهضة رقم دار 103. كيف كتشوفوا الحادثة وقعت نهار الأربعاء مع الساعة 3:15 واللي تسبب في هذه الحادثة تم الاعتقال ديالو نهار خميس الصباح، تم الإفراج عليه نهار في العشية. بغيت نعرف أن هذا السيد اللي جميع الأدلة ضده، مادام أنه جميع الأدلة ضده وكاين يعني كاميرا شاده وكاين يعني الدرية اللي طلع عند الخو اللي سول عليا أنا، ومن بعدها يعني دازت 5 دقائق ووقعت هاد الحادثة، علاش يعني طلقوا؟ يعني بغيت نعرف أنا علاش طلقوا؟ علاش حنتي عنده نفوذ ويعني كيستغل أنه يعني الكنية ديالو معروف في البلاد ديالنا؟ بغيت نعرف أنا هاد الشيء علاش وقع، وعلاش يعني تسبب في هاد الشيء؟ هذا ما كان اللي بغيت نوصل انا هو انه علاش عيط لهم الوكيل وطلقوه وقال لك ما كاينش شي دليل اللي ضده، والكاميرا ديال الشارع شاده والدريه شاهده فيه، ومرات خويا اللي عندها بنت يلاه عندها شهرين شاهده فيه. انا كنطلب من هذا المنبر كنوجه النداء للمدير اللي هو عبد اللطيف حموشي انه يقوم بالاجراءات ويبحث في هذا الملف، لان هذا الملف يعني داز، يعني دوزوا هاد الناس. بغيت نعرف انا علاش، واش بغاونا يعني ناخذوا حقنا باليدنا، اولا بغينا يعني نحاربوا ريوسنا؟ بغيت نعرف علاش هاد الناس. وعندنا بزاف الشكايات مع هاد السيد، كاينين 5 شكايات دايره اختي وبنتها، كيمشيو يعني للمفوضيه كيديكلاريو بهاد السيد انه كيجي كيتهجم عليهم، ومع ذلك هاد الملفات كاملين دازوا. دير لي غير انا ضرب وجهك وانا ما حاضرش. هانتوما كيف ما كتشوفوا ان السيده اللي كتسكن حدانا هي بوليسيه، هي اللي عيطت للبوليس، جاو الشرطه العلميه. الشرطه العلميه التخصص ديالها شنو هو؟ يعني باش يبحثوا في القضيه ويعرفوا هاد الحركه من جا الملف يعني داز. انا من هذا المنبر كناشد وكنطلب من عبد اللطيف الحموشي مدير ولايه الامن انه يبحث في هذه القضيه، اولا حتى حنا غادي نديروا داك الشيء اللي كيبان لنا. حنا بغينا نطبقوا القانون، ولكن القانون يعني ما كاينش قانون يعني في هذه البلاد اللي كنتواجدوا فيها حنا، اللي هي مدينه زمامره، اللي هي دوار زمامره، انه مور الشكاره كيدوز لا بوليس كيقوم بالواجب ديالو، لا رئيس كيقوم بالواجب ديالو، لا اعضاء كيقوموا بالواجب ديالو، ما كاين والو. ما فهمتش انا علاش هاد القضيه، ما فهمتش. ما بغاوش يحققوا فيها وطلقوه، شدوه في الصباح طلقوه في العشيه، علاش؟ وانتم عارفين شنو نحط الاضرام من 12 على العقوبه ديالها، من 10 حتى 15. هاد السيد راه طلقوه، هاد السيد راه طلقوه، انا بغيت نعرف علاش طلقوه. يعني ودائما كيجي يتهجم علينا، كيفاش غادي نحللوا هاد الشيء؟ فهمتوا كيف ما كتشوفوا. وقال لك هادشي ما عندوش شي دليل اللي كيثبت انه هو اللي تسبب في هذا المشكل. هانتوما هذا هو السيد اللي كيسكن في هذا المحل، وما كانش هذا السيد يعني كيتواجد في الصحراء، ما كيجي على 4 شهور 5. ها هو الاسم ديالو زهير بوجلان قلبي ديالو. هاد السيد مادام انه هاد السيد دار هادشي وقال لك ما كاينش شي دليل اللي كيثبت انه راه هو، يعني مادام انه هاد السيد حرق الدار وشعل العافية، يعني تقدر تنتظر منه أي حاجة، يعني يقدر يتلاقى مع الزنقة يقدر يقشر ليه عادي جدا على الشغل. علاش؟ لأنه كيهددني دايما وكيتلاقى معايا دايما، كيما كيتلاقى معايا كيجيب الموس وكيبينو ليا وأنا ما بيني وما بينو، وما عندوش حق أصلا هو يبنى الدار. ومن هذا المنبر أنا كناشد مدير ولاية اللي هو عبد اللطيف الحموشي، عبد اللطيف الحموشي من هذا المنبر انا كنناشد انه تبحث في هذا الملف وتبحث في هذه القضية، لأنه هنا في مدينة زمامرة حتى شي واحد ما داير يعني العمل ديالو الواجب ديالو يعني مطبق القانون ديالو، ما كاينش. دايز مولا حديدة لاباس عليه دوس، دايز واحد عنده ايركات وقف. ما بغيت نعرف انا علاش هادشي،
وكاينين بعض النماذج هنا اللي هما التخصص ديالهم هو انه هذا عنده مشكل واللباس عليه او لو واحد لباس عليه هذا هو التخصص ديالو كيوقف معاه كيمشي للكوميساريه فهمتيني كيهضر معاه كيطلقوه كياخذ 6000 درهم 5000 درهم وهو مازال دابا طلقوه قال لك اطلاق سراح مؤقت علاش سراح مؤقت واش بغيتهم ياخذوا يعني حقنا في اليد ولا كيفاش حنا كنآمنوا بالله وبالوطن وبالملك هادشي اللي كنآمنوا به اما قانون راه ما كاينش قانون القانون كيطبق على الفقير اما واحد لاباس عليه مول الشكاره يدوس مول الشكاره يدوس بغيت نعرف انا علاش واش يعني الفقير ما مشي حقه يعيش ما كيفاش واش مشي حق الفقير يعيش واش بغيو يقتلونا يعني حنا حيين حنا ميتين وحنا حيين ميتين وحنا حيين ولو الروح يعني والنفس كتطلع